سلام الله عليكم ومرحبا بالجميع. نقدم لكم في هذا الموضوع ملخصات مادة الاجتماعيات للمستوى الخامس من التعليم الابتدائي. تتعلق هذه الملخصات بالمكونات الثلاث: مكون الجغرافيا، مكون التاريخ، ومكون التربية المدنية. نتمنى أن تروقكم وأن تكون الاستفادة شاملة وعامة. شكرا على حسن الانتباه والإصغاء، وإلى موضوع لاحق بحول الله. فرجة ممتعة، إلى اللقاء.